طماطم مكعبات، بطاطس مكعبات، بتنجان مكعبات، حبه من الكمون الكتير، توم شرايح، فلفل مكعبات بالشكل ده كده او عقل كبيره، شويه خل، صلصه طماطم. مش عايزه اكتر، والملح طبعا بتاعنا وحبه الزيت. طيب المفروض ان انا مشغله محضره الكيس الحراري، وعلى حسب بقى الكميه بتاعتنا دي ممكن احطها اصلا في كيسين. ادي كيسين اهو حراري، عندي الصاج اللي هيتحط فيه المسقعه بتاعتنا، الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 250 او اعلى درجه عندك في الفرن، طاسه سخنه على النار. انا مش عايزه اكتر من كده، جهزي حاجتك علشان تسهلي الدنيا عليكي، ربنا يسهل امورك دايما يا رب. عما تجهزي حاجتك كلها قدامك هتبقي اسهل بالنسبه لك ان انت تشتغلي في المطبخ. طيب طاسه سخنه على النار، حبه من الزيت، التكه اللي هنعملها دي او الخطوه دي هي اللي هتخلي المسقعه بتاعتنا مختلفه، حبه من الزيت بالشكل ده كده. الطاسه بتاعتنا تكون سخنه قوي، التوم بتاعنا شرايح عشان يكون ظاهر، ممكن لو عندك مفروم ومفرزاه ما عنديش فيه اي مشكله، بس الشرايح بيدي تطعيمه احلى. حبه الزيت انزل عليهم بالتوم، مش عايزاه ان هو يغمق، مجرد ما ينزل كده اروح نازله على طول بالفلفل يتشوح معاه، انزل بالكمون قبل الخل. ليه؟ علشان حته ان انا احط الكمون ديت على الثوم وعلى الفلفل هتخلي التطعيمه بتاعتنا في منتهى الجمال. ابدا انزل بايه؟ ابدا انزل بالخل. بسم الله. الخل ده ايه يا رغده؟ بارد، صح كده. الخل دوت لو حامي، في فرق بين الاثنين، انا مش سامعاك. اوكي، الخل ده لو حامي كان زمانه ادى صوت عالي، كان زمان الريحه بتاعته مالت الدنيا. طيب الفرق بين الخل البارد والخل الحامي المكان الايه في التش ماشي، انا اعتبرها ان هي في التش. طيب المكان، في ناس تجيب لك خل من السرجه اللي هو السايب ده وتلاقيه حامي جدا، مجرد ما تفتح الكيس كده او مجرد ما تفتح الازازه اللي هي جايباه تلاقي الريحه بتاعته نفاذه. وفي شركات حلوه قوي، وفي شركات اسمها عالمي، تمام، وتفتح الخل ما تشملوش ريحه، ما تفضلي تشمي فيه كده ملوش ريحه. فخلوا المكان اللي تشتروا منه الخل يكون مكان مضمون عشان تاخدي النتيجه اللي انت عايزاها. طيب حطيت زيت، نزلت التوم شرايح، نزلت عليه بالفلفل العقل بالشكل ده كده، ممكن نفرمه ما عنديش اي مشكله، بس الشكل دوت سواء التوم شرايح او الفلفل العقل بيديني تيست اعلى للمسقعه بتاعتنا. نزلت بالكمون الاول عشان انا عايزه الروائح بتاعته تطلع مع التوم قبل ما نحط الخل، طشيت بالخل. بعد ما طشيت بالخل هنزل بصلصه الطماطم المسبكه. بسم الله. طيب هو انا دلوقتي ساكته علشان بسمع رغده. رغده دلوقتي سالتني سؤال مهم جدا، قالت لي ما ينفعش ان احنا نحط صلصه طماطم معلبه، معلقتين صلصه طماطم كده، وندوبهم في شويه ميه صغيرين ونحطهم مع المسقعه ونعتمد على تسويه الكيس الحراري. اه طبعا ينفع، بس هتطلع لك المسقعه ملزقه. عارفه يعني ايه ملزقه؟ هتطلع لك ملزقه، لان مهما كان الصلصه اللي هي المعلبه السمك بتاعها والتقل بتاعها مهما تخفيها ما بيديكيش نفس التيست بتاع صلصه الطماطم بتاعتنا اللي هي الفريش، تمام؟ فهتحس ان المسقعه ملزقه ماسكه في بعضها كده، هتلاقي كمان لما تيجي تاكليها تحس ان هي تقيله. الحموي بتاع صلصه الطماطم اللي هي المسبكه غير الحموي بتاع صلصه الطماطم اللي هي المعلبه. لا 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 انا كده تمام، لا 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 كده تمام. فانا دلوقتي حتى لما حطيت صلصه الطماطم انا مش هديها غليان كتير، انا كده خلاص هشيلها. ليه؟ حمدي دلوقتي بيقول لي اجيب لك معلقه سكر للصلصه، قلت له لا. ليه قلت له لا؟ علشان انا ما خليتش الصلصه تغلي كتير على النار مع الثوم والفلفل. انا لو سبتها تاخد غلوتين ثلاثه او شويه على النار، كل ما بتغلي كل ما بتتقل كل ما بتحمي على الصدر وتبقى قويه. فحتة ان انا حطيتها غلوة على طول شلتها، الموضوع كده بالنسبة لي تمام، ولا هتلاقوها حامية ولا هتحتاجوا معلقة السكر اللي هتتحط ولا الكلام ده كله خالص. طيب رغدة قالت لي نحط صلصة طماطم اللي هي المعلبة، انا حابة دي اكتر. ليه؟ مع الخل والثوم التست بتاع الطماطم الفريش مع المسقعة اعلى بكتير
من الطماطم المعلبه اعلى بكتير، هتحس بطبيعيتها، هتحس ان هي مسقعه انت عاملاها على النار، مقليه البطاطس بتاعتها ومقلي البتنجان والطماطم متشوحه وكل حاجه، بس حطها في الفرن. لكن احنا ولا قليين بطاطس ولا قليين بتنجان ولا عاملين اي حاجه خالص، احنا كل حاجه النهارده عاملينها ني في ني، وده الميزه في المسقعه اللي احنا عاملينها النهارده، ان انا عاملاها كلها ني في ني، بس عارفه ومتاكده ان هي هتديكي تيست اعلى قوي مما تتخيل. طيب انا شايفه ان الكميه ما شاء الله كبيره، فانا هحتاج كيسين بالشكل ده كده. هبدا ان انا احط المكونات كلها على بعضها. نعم طبعا رغده بتقول لي هل ينفع ان احنا كل الخطوات دي نعملها لو مسقعه باللحمه المفرومه؟ طبعا، بس مش هنحط اللحمه المفرومه نيه، لا هنحطها متعصجه عادي بالتعصيجه الطبيعيه بتاعتك مع البصل والملح والفلفل الاسود الطبيعيين بتوعك خالص. عايزه تحطي لها فلفل مفروم ما عنديش اي مشكله، حطي اللي انت عايزاه. بنحطها بعد كده عليها وبنقلبها مع بعض وهي مستويه، ونبدا بعد كده نتعامل معاها عادي جدا. بصوا انا كده حطيت ايه؟ الطماطم. وخلوا بالكم مكعب الطماطم هو هو مكعب البتنجان هو هو مكعب البطاطس. دي هتبقى كتير مش هناخدها بعدين. بصوا كده بسم الله، التوابل بتاعتنا ملح وكمون بس، ملح وكمون بس مع الثوم وشويه الخل اللي احنا حطيناهم، ومش عايزه اكتر من كده. المسقعه يا ست الكل ما بتحطلهاش فلفل اسود، المسقعه ما بيتحطلهاش فلفل اسود. بصوا كده نخلي مكعبات الطماطم هي هي الحجم بتاع البتنجان بتاع البطاطس، وما تبقاش المكعبات بتاعت الطماطم صغيره علشان ما تتهريش وما تبقاش باينه. بصوا بقى انا الطبق بتاعي مثلا، انا بتعامل زيكم في البيت بالظبط، الطبق بتاعي ما كفاش ان انا اخد الكميه كلها، ودول ما تساقوش مع الطماطم، فهبدا ان انا احطهم هم في الارضيه علشان لما اجي انزل باقي المكونات عليهم يشربوا معايا وما ايه ما يبقوش ان انا ايه حاسه ان هم ما تقلبوش كويس بالشكل ده. بالمنظر ده ارجع بعد كده اقسم المسقعه بتاعتنا، ريحتها تهوس، الخل والثوم اللي احنا عملناه والثوم الشرايح كمان يا حبايبي بيدي تيست اعلى من الثوم المفروم بالشكل ده كده. نعم كده نظبط بقى الملح بتاعها زي ما قلت لكم، حبه من الخل الحلوين، حبه من الكمون. كده بنخلص الكميه كلها. اسرع مسقعه ممكن تعملوها يا دوب قطعوا بس المكونات طشه بسيطه من الخل والثوم على النار، حطينا كله مع بعضه. على فكره الحاجات دي او الوصفه دي ممكن تنفع مع ايه رغبه. يلا هاي حمدي. طب اساله الايه؟ ها لا 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 خالص نيه. حمدي دلوقتي ورغده بيسالوا البطاطس انت حطاها نص سوا ولا نيه، وهل هي هتاخد سوا البتنجان هيتهري ولا هيستوي كويس؟ طيب ده سؤال حلو قوي، عشان برضو في ناس كتير هتساله او هيجي في بالهم، هيقولوا لي مثلا ايه طب احنا ممكن نحط البطاطس مثلا نص تحميره، هل ينفع ان احنا نحطها مثلا لو عندنا بطاطس مسلوقه في الثلاجه ينفع ان احنا نقطعها ونحطها؟ طيب بصوا بقى الكيس الحلالي بيعمل ايه؟ بيسرع التسويه. تمام طيب لما بنيجي نحط الحاجات ديت لو هنحطها على النار بنحط البطاطس الاول نديها تشويحه تمام، وبنحط بعد كده او بنحمرها وبنحط البتنجان والطماطم، صح ولا مش صح؟ طيب دلوقتي احنا جمعنا ده كله في كيس واحد وهيبقى تسويه بتاعته واحده، فاحنا لما نحطه دلوقتي هتلاقي البتنجان مستوي سيكه بسيطه عن البطاطس، لكن هتلاقي البطاطس مستوي بس مش معجنه، مش هتلاقي البتنجان مهري، لا هو مستوي، ولما تيجي تفضيه هتلاقيه محافظ على كيانه. ليه؟ لان احنا مش هنقلب. انتوا فهمتوا وجهه النظر ايه؟ كله هياخد تسويه واحده في الفرن. الله ينور عليكي. هقول لك على حاجه، طب هقول لكم على حاجه،
احنا لما بنيجي نعمل حمام في الفرن من غير سلق، او اللي هو الحمام الكداب اللي هو الاوراك المحشيه رز، الرز بيبقى مستوي يا دوب مش مستوي، ده احنا بنبقى مشوحينه تشويحه بسيطه، صح ولا مش صح؟ والفراخ بتبقى نيه مش كده؟ لما بنحط الاتنين مع بعض وبنلفهم بنحطهم في كيس حراري وبنحطه في الفرن، مش الفراخ وقت التسويه بتاعتها بتلاقي هو هو وقت التسويه بتاعت الرز؟ صح ولا مش صح؟ وبيطلع مفلفل وتمام وزي الفل. هل لو انت هتيجي تسوي بره على البوتاجاز هتلاقي تسويه الرز هي هي تسويه الفراخ؟ صح ولا مش صح؟ الله ينور عليكي. فالكيس الحراري ده بيحافظ على ان الحاجه اللي بتحطيها مع بعضها بتبقى تسويه واحده، هو اللي بيوزع لك الحراره وبيساعد على تسويه الحاجه اسرع، وفي نفس الوقت تبقى كلها سوا واحد. في سؤال تاني قبل ما نختم المسقعه؟ طيب تمام كده قلنا كل حاجه على المسقعه. طيب الفرن بتاعنا على درجه حراره 250 قبل ما نبدا اي حاجه، بس لما نيجي نحط في الفرن هنعمل ايه؟ هعمل كده، هديت الدنيا. ليه؟ انا عايزه الفرن يبقى سخن قوي، لكن لما تحت بس، الفرن تحت بس، علشان لو حطينا فوق وتحت هيعمل ايه؟ ها الايه؟ غير انه هيلسوع الكيس، هيلسوع لنا وش المسقعه، هيبقى عامل زي ما يكون ايه؟ مشوي. لكن انا مش عايزه كده، عشان كده انا مشغله تحت بس. طيب موجود دلوقتي انا بعمل ايه؟ لسه حمدي بيسالني بيقول لي هو القفل بتاع الكيس مش موجود؟ لا موجود، بس في ستات كتير يا حمدي لما بتيجي تستخدم القفل ما بتعرفش تقفله كويس. تمام. طيب واحده جابت الكيس ولما روحت البيت بتفتح الباكت بتاعه ما لقتش القفل، هنرمي الاكياس؟ مش هنرميها، اهو ربطتها لكم اهي، رفعت اهي القفل بتاعه اهو. بس انا واحده من الناس انا ما بحبش القفل ده بصراحه، ما عامله فراخ، عامله بط، عامله ايا كان اللي عاملاه، انا ما بستخدمش القفل بتاعه بصراحه. ما فيش احسن من رفعت ايدي كده بالشكل ده. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، لو انا عامله بطايه ومش عارفه ان هي تتقفل بالشكل ده بروح برماه وقلباه علشان يبقى الكيس هو القفله بتاعته من تحت اهو بالشكل ده كده. هجيب سكينه او شوكه وابدا ان انا اغرز الكيس كده اهو، بس مش عايزه اكتر من كده. الفرن بتاعنا شغال كان على 250، رجعت اول ما هبدا ان انا احط فيه المسقعه بتاعتنا نزلته على 200 علشان نسيبها تستوي معانا تمام وزي الفرن. طبعا انا هغيره اهو، غيرته لتحت ونسيبها البطاطس وهي محطوطه وهي نيه، هل هتكون استوت ولا ما استوتش؟ انا دلوقتي كل اللي عملته انا مسكت بتنجانيه كده، طبعا انا عارفه ان هي استوت، رحت ماسكه بطاطسايه كده، بصوا شايفين، وهطلع بصوا البتنجانيه اهي امان مستويه، نيجي للبطاطسايه شايفين دي بطاطسايه اهي، بصوا شفتوا شايفين مستويه ازاي، وهوريكم اكتر لما اطلعها. بس انا محتاجه ان انا شغلت لها بقى الشوايه دلوقتي اللي هو فوق وتحت، احنا اصلا كنا مشغلين تحت بس، كنا مشغلين تحت بس. انا كده مطمنه ان خلاص كل حاجه من جوه استوت وشربت من بعضها، عملت ايه؟ رحت مشغله فوق وتحت. ليه؟ عايزه بقى الوش بتاعها ايه؟ يتشعوط كده. طب بسم الله الرحمن الرحيم، عندي فكره، ايه رايكم بما اننا حلقه امهاتنا وحلقه شعبيه، انتوا معايا؟ ايه رايكم ان ما نفضيش المسقعه في اطباق؟ لا بص انا هعمل كده. نعم لا لا بصي بقى، بس انا هعمل ايه؟ خلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم، البخار اللي بيطلع من الكيس بيبقى صعب قوي قوي قوي، كله دايب دوب. ايه الفرق بتسويه الكيس الحراري؟ ان الطماطم زي ما هي، البطاطس زي ما هي، البتنجان واضح زي ما هو، مفيش حاجه
مهريه ومفيش، والفلفل مستوي وكل حاجه مستويه. طيب نونا انت وريتينا والكيس الحراري في الفرن، وريتينا ان البطاطس مستويه، طب احنا عايزين نشوفها لما طلعت بالشكل ده كده. طبعا البتنجان والطماطم شيء طبيعي ان هو يكون مستوي. نعم البطاطس اهي تمام، يلا بينا. شايفين؟ بصوا بصوا. بصوا. طب ماشي تعالوا. بطاطسايه اهي. شايفين؟ استوت تسويه حلوه مع البتنجان ومع الطماطم والحاجه اللي احنا عاملينها.